خلينا نخرج نشوف بقى اطلالتنا الصباحيه النهارده من كورنيش شبرا، نشوف بقى النيل ونشوف جمال مصر، نستمتع دايما بجمال القاهره ونهر النيل، نشوف نهر النيل اللي فعلا الجميل. بصوا المنظر حاجه بجد على الصبح، اكيد اكيد تفرق جدا مع الواحد، الخضره والماء والمنظر كمان. لا مصر الصبح وبالليل خصوصا وهي لسه فاضيه كده بتبقى فعلا في اجمل حالاتها. أيوة. بعيدا عن الزحمه. هو الظهر ده اللي بيبقى صعب كده، ما بحبش اصلا فتره الظهر، بحب فعلا الصبح بدري او بالليل. خلينا نقول ان طبعا زي ما احنا عارفين كورنيش النيل بيطل على عدد كبير جدا من الجناين ومن المطاعم، كمان في بيخترق طريق الكورنيش تحديدا مناطق ماسبيرو وبولاق وشبرا، وبيعد كورنيش النيل بالقاهره هي قبله الاسر والشباب طبعا عشان يخرجوا وعشان ينبسطوا، يعني اماكن كتيره جدا موجوده على كورنيش النيل. ناس كتير كمان لما بتيجي من بره بتحب ان هي تقعد في الفنادق اللي بتطل على النيل، لان اكيد منظر الى حد كبير فريد طبعا مش موجود في دول كتيره. يعني نروح بقى نتحرك من كورنيش النيل في شبرا، نروح فين بقى؟ نعم كورنيش هنا بقى معانا المعادي، كورنيش المعادي حلوان تحديدا. زي ما حضراتكم برضو شايفين عدد كبير كمان من المطاعم والحدائق وغيره، ومفروض ان هو بيخترق بقى هنا طريق الكورنيش مناطق فم الخليج والمعادي وحلوان زي ما حضراتكم اكيد برضو عارفين.